نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى آل بيته المكرمين وسلم تسليما مزيدا. اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا، ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك نرجع. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن من اتقاه وقاه، فإن من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه وهده. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن العبد المؤمن ابتغاؤه، قصده، إرادته، اجتهاده، كل ذلك تنصب في إرضاء الله عز وجل وفي ملاقاة ربه وهو بريء من كل ما يشين ومن كل ما يغضب الرب تبارك وتعالى ومن كل سبب يكون حائلا بينه وبين رضوان الله والتنعم بفوزه وفلاحه وجنته ورضوانه تبارك وتعالى. ومن أكبر الأمور التي يجب وينبغي على المسلم أن يعتني بها وأن يولي اهتمامه فيها ما يتعلق بما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وإن في القلب في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب دواؤه القرآن، فالقلب دواؤه الإخلاص، فالقلب دواؤه التوكل على الله، فالقلب دواؤه دعاء الله وإيداع مراقبة الله عز وجل فيه، وكذلك أيضا دواؤه منعه وحجزه من كل ما يكدر صفاءه ومن كل ما يمرضه ويوجعه بل ويقتله. ومما وصى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك بأهميته والاعتناء فيه، صفاء القلب وسلامة الصدر التي يقول الله عز وجل فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك، سليم من البغي، سليم من الحقد والحسد، سليم من البدع، سليم من كل ما لا يحبه الله عز وجل. القلب السليم، من وهب ومن أعطي قلبا سليما كما قال الله عز وجل يكون سالما في الآخرة، يكون منتفعا بالخيرات وبالمسرات وبما أعد الله عز وجل لنا في الجنة. نسأل الله عز وجل الجنة
ونعوذ به من النار. أخرج الإمام ابن ماجه في سننه أن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول الله من أفضل الناس؟ من أفضل الناس؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب صدوق اللسان، صدوق اللسان. قيل: قد عرفنا صدوق اللسان، فما محموم القلب؟ قال: كل تقي نقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إذن تريد أن تعرف أفضل الناس في هذه الدنيا، أفضل الناس في القبر، أفضل الناس عند السكرات وعند الاحتضار، أفضل الناس عند لقاء الله عز وجل، أفضل الناس في عرصات القيامة. تريد أن تعرف أفضل الناس حتى تكون وأكون منهم؟ أفضل الناس كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صدوق اللسان، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق محمدة في هذه الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدوق اللسان، لا يمكن أن يتعمد غير الصدق، فهو مبتعد كل البعد عن الكذب وعن دواعيه وعن الزور. صدوق اللسان، عرفنا إذن صدوق اللسان، فما محموم القلب؟ فذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفات عجيبة، صفات عجيبة. أولها قال: كل تقي يتقي ربه عز وجل. اتق الله حيثما كنت، في المسجد يتقي ربه، في السوق يتقي ربه، في الخلوة يتقي ربه، وفي المجتمع يتقي ربه. اتق الله حيثما كنت. كل تقي نقي، نقي الظاهر والباطن، نقي عن الأمراض الظاهرة والباطنة. كل تقي نقي لا إثم فيه ولا غل، لا إثم فيه. هذا القلب الإثم الذي يدخله أكبره هو الشرك بالله عز وجل وتحريف دينه والابتداع، لا يوجد ذلك في قلبه، ولا غل، لا يحمل أي غل للمسلمين، فقلبه نظيف وصافي وخالي عن العقد. نقي، لا غل فيه، لا بغي فيه، لا يبغى على عباد الله عز وجل، لا يطغى عليهم ولا تطغوا، لا طغيان فيه، ولا حسد كذلك. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مرهما ناجحا وناجعا كذلك في مداواة قلوبنا التي إن سلمت سلمنا في هذه الدنيا، وإن مرضت وتركناها بدون دواء نخشى أن نكون من الهالكين في هذه الدنيا وفي الآخرة عياذا بالله. لذا حري بالمؤمن أن يداوي قلبه وأن يرفع عن قلبه كل ما يصيبه، فيكون قلبه سالما خاصة للمسلمين. ترى أخاك فتحمل عليه شيئا، لا، لا ينبغي، فهو جسدك. المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد،
كيف تغل عليه وتحقره وتحسده وتقوم بما يضايقه؟ فالله الله أيها المؤمنون في تصفية قلوبنا خاصة للمسلمين، فلا تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا بغيا ولا طغيانا ولا إثما لأحد من المسلمين. فإذا جمعت بين هذه الصفات وصفة الصدق، صدق اللسان، فحري بإذن الله عز وجل أن تكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس. نعم أيها المؤمنون، المؤمن لا يدخل الجنة، أو إذا دخل الجنة لا تبقى العقد والحساسيات التي بينه وبين المؤمنين. لذا يقول الله عز وجل في آيتين منفصلتين في سورتي الأعراف وسورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا يمكن أن يبقى وأن يدخل الجنة وفي قلبه غل لأحد من المسلمين. فالغل ليس من صفات المؤمنين، والحقد ليس من صفات المتقين، والشحناء والبغضاء ليست من صفات المسلمين. فحري بنا أيها المؤمنون أن نكون ممن وفق لأن يبتعد من ذلك. سلامة الصدر أيها المؤمنون سبب لقبول أعمالنا. نصلي الصلوات، نصوم، نذكر الله، نقرأ القرآن، نأتي بالخيرات، لكن كل ذلك مرهون بأن يكون قلبك صافيا وخالصا وسالما من الأمراض، التي من أخصها وأعظمها الحقد والغل للمسلمين. لذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة راوية الإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: أنظروا هذين، أي ليبقوا على ما هم عليه، أنظروا هذين حتى يصطلحا، حتى يتوافقا، حتى يتآخى، حتى يعودا إلى الأخوة الحقيقية. فكم منا الآن أيها المؤمنون في هذا المسجد، وكم منا يسمع بينه وبين إخوانه شحناء، مع أنه راكع، ساجد، جالس، قارئ، ذاكر، عامل، متصدق، لكنه بينه وبين إخوانه ما لا ينبغي أن يكون. فمن هذه الساعة، عملا بهذا الحديث، ورجاء لقبول عمل أعمالنا، ورجاء بما عند الله أو فيما عند الله، يجب علينا أن نعفو عن كل أحد منا، وأن يكون صدرنا وقلبنا، أن يكون الصدر والقلب خاليا وصافيا من الشحناء أيها المؤمنون. كذلك أيضا أيها المؤمنون، صفاء القلب وسلامته سبب لدخول الجنة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، والحديث صحح من قبل جمع من أهل العلم والحفاظ، وضعف من جمع آخر، لكن معناه معنى عجيب، معناه معنى يصح بمجموع النصوص الأخرى.
كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار ينطف لحيته تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه بيده الشمال أي ماسكا النعلين بيده الشمال فتكرر هذا الأمر 3 أيام يقول النبي يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فيدخل ذاك الرجل والقصة طويلة وآخرها لما سئل عن ذلك مع قلة عبادته وقيامه في الليل وصومه بالنهار وقراءة القرآن مع قلة ذلك كلها قال لكني لا أحمل غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه إذن استحق هذا الرجل جنة ربه وبشهادة النبي عليه الصلاة والسلام بصفاء صدره وقلبه لإخوانه المؤمنين والمسلمين لذا أيها المؤمنون ظفر الشيطان منا بخصلة الإغراء وبخصلة إغال صدورنا لبعضنا البعض يوغر صدور بعضنا للبعض لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبو هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم نجح منا في أن نتقاتل وأن نختلف وأن نتضارب وأن يحقد بعضنا البعض الآخر ظفر منا بهذه الخصلة مع أنه أيس ويأس من أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب وأن يسجدوا له نعم أيها المؤمنون لذا حري بنا أيها المؤمنون أن نجتهد في أن نصفي قلوبنا ولنا في ذلك قدوة يوسف عليه السلام تذكرون لما فعل به ما فعل وألقي في الجب وصار إلقاء الجب سببا في أن يكون عبدا ودخل السجن تلو السجن بعد ذلك لما التقى بإخوانه كانت مقولته المشهورة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم صفى قلبه ونظفه من أي غل وحسد ومن أي شيء قد كان يضمر لإخوانه والنبي عليه الصلاة والسلام لما رمي وأدمي وطرد من مكة ومن الطائف مقولته المشهورة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أيها المؤمنون نظرا لما أوردنا من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة ينبغي لنا أن نكون ممن قلبه صافيا الدنيا هذه حقيرة أصلا أيام وتذهب وليال وتذهب وأعمارنا قليلة وما بقي قد يكون أقل فلماذا ننقص فلماذا نقلل كذلك بالحقد بالغل بالحسد بالبغضاء صفي قلبك ماذا يضيرك إن عفوت عن كل مسلم أبيضا كان وسودا قريبا أو كان بعيدا مؤذيا أو صاحب بر ما الذي يضيرك لماذا نملأ قلوبنا بالأوسخ الحقد وسخ والغل وسخ والحسد وسخ لماذا تضع أطهر بقعة في جسمك التي هي اطلاع الرب إليها والتي هي معوى الإيمان ومركز القرآن تضع فيه أوساخ الناس
هذا لا يعقل أيها المؤمنون. ومن كان متصفا بذلك فليبادر إلى أن يصفي قلبه وأن يكون المؤمنون كلهم إخوة له وجسدا واحدا كجسده. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن هناك عوامل تعين المؤمن على أن يكون قلبه صافيا وسالما، من أهمها تلاوة كتاب الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فقراءة القرآن وتدبر القرآن وتفهم معانيه وتعلم تفسيره وحفظه، كل ذلك والعمل به، كل ذلك مما يغسل أدران القلب ويطهر ويزكي بإذن الله عز وجل. كذلك أيضا دعاء الله عز وجل، فيدعو العبد، يدعو ربه، يتضرع إلى ربه أن يعطيه الله عز وجل قلبا سالما وقلبا خاليا من الأمراض. نعم أيها المؤمنون، لذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يعذب عليها كما أخرجه الإمام الطبراني في معجمه، وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. والمؤمنون عادتهم كذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.